سؤال الأطفال اليوم في هذه الفقرة مع الطفولة، ونشوف سؤال الطفولة. أسئلة مختلفة، معي 40,000. محمد جيب لي 40,000 من راعي هذه الفقرة وهذا البرنامج هنا، شركة بترو ماكس. هذه 40,000 ريال. أول تعرف على أسماء الأطفال معي هنا في يافع. اسمش من؟ مريم صالح. مريم صالح، اسمع لها تحية جمهور. نورة علي. نورة علي، اسمع لها تحية. مديد علي. مديد علي، اسمع له تحية. وهنا يسرى. يسرى من؟ يسرى صابر. يسرى صابر، اسمع لها تحية. و ريتاج صابر. ريتاج صابر اختها، اسمع تحية. و عبد الكريم صالح. عبد الكريم من؟ صالح. صالح، اسمع تحية عبد الكريم. هنا عمر عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز، اسمع له تحية. سؤال سريع يقول، سؤال أول يقول، من هي أم البشر؟ اسمها من أم البشر؟ آدم. أمه آدم. حواء، اسمع له تحية. هذا قال حواء، اسمع له تحية. اسمها من؟ حواء. حواء، أمنا حواء. أبونا آدم. وأبونا آدم. ولكن أمنا من؟ من حواء. أنا قلت أمنا، أم البشر. سؤال ثاني يقول، ما لون أغلب اللون في علم دولة، لا أحد يقول، شوف أتكاهم، ما لون علم دولة المغرب؟ أحمر. أحمر، اسمع لها تحية. شو الليلش 5,000، ممتازة ذكية. سؤال الآن اللي تجيب لي نكتة من استاذ الخمسة. شو اللي خمسة؟ كم تريدين؟ خمسة. كم هذه الآن؟ كم هذه؟ خمسة. خمسة لباس اليوم، أستاذ أصبحت هنا. هذه الآن من بيجيب لي نكتة كذا خلي الناس يضحكوا، بعطي له 10. معك نكتة؟ تعال. الغين مر عجوز، راح تنضع قال ليش الناس تقرمش. أنا الشي مترجم، فكر كذا دخل عرض على النكتة، يعني جاب من نصفها. من بيترجم؟ يقول لقينا مر عجوز وتتقرمش، إيش هذا؟ ترجم بس. أكل نمر عجوز عقب بطعمها، لماذا؟ لأنها تغرمش. أعطوا له تحية، شكرا على الترجمة. صح، بس هذه على هذه العجاوز عندنا طيبات وأمورات، ويعني ما حد يقول أنت تقرمش العجاوز. شلك 10,000، أعطوا له تحية، أعطوا له تحية. باقي هذه وهذه وهذا. من بيجيب لي شكرا ثلاث كلمات فيها سين؟ من بيجيب ثلاث كلمات فيها سين؟ ثلاث كلمات فيها سين، ثلاث كلمات فيها سين. رفع صوت. سمكة وسنجاب. ثلاث شرعة، ثلاث كلمات فيها سين. جابة شرش سنجاب سمكة. وش الأولى؟ شور. وخمسة ألف، شو لك 5,000؟ اسمع له تحية. باقي أصحاب يافع الآن، من ما جواب هذه وهذه وهذه، من بيجيب لي لغز واعطي له إذا ما حد حله 10، وإذا حد حله 5 بـ5. معاك لغز؟ المترجم تعال. معك لغز؟ المترجم كبر سنة إلا أنه يستاهل. هذا اللي ترجم لنا، معك لغز. يدل على الوقت وليس بساعة، ويلبس تاج وليس بملك. إن شاء الله هذا يحتاج، مفروض أنه يقدم أسئلة برنامج. عرفتوه هذا من؟ عرفتيه هذا من؟ ها؟ يدل على الوقت وليس بساعة، ويلبس تاج وليس بملك. عرفتيه؟ لا. عرفت؟ حد عرفه؟ لا. لحظة، تعال هنا. عرفتيه؟ والجواب هو أديك. اسمع له تحية. أديك يؤذن للفجر وهو ليس ساعة، ويلبس التاج. إيش تاج الديك؟ التاج يا حق اللي بيجيها أحمر. نصبة هذه. أيوة. اسمك من؟ قاسم صالح. اسمع له تحية، هذا المترجم الفوري ما شاء الله عليه، وصاحب اللغز. وأعطي له أقوى تحية، 10,000 ريال من بترو ماكس. اسمع له تحية، يستاهل. وهنا ايضا جاء اولى لك هذا الجاي، اسمع التحيه. ايش فيه؟ ايش هذه؟ كيف عرفت انها زايده؟ انا عدوه. عديت؟ وليش رجعتها؟ ليش ما شليتها معاك؟ ليش؟ انا رجع خالك. وليش ما شليتها؟ ليش لا؟ ليش؟ عشان حقتك. صاحب الامانه، ولانه حافظ على الامانه. انا مش عارف انها اضافيه، ولك ايضا 5,000 اضافيه لانه حافظ على الامانه.